يبدو بأن هذا الحوار وجودي بالنسبة لأوروبا. لقد أدركنا جميعا الانتهاكات من روسيا لمعاهدة الأسلحة متوسطة المدى، وأصدقاؤنا الأمريكيون أبلغون بذلك. وأود أن أقول لكم بأن هذا الاتفاق مهم بالنسبة لأوروبا، ولكنه اتفاق ثنائي. إذن الآن وحقيقة أن الاتفاقيات الثنائية الآن قد عفى عليها الزمن، ولكن من الواضح وما قلته وما تقاسمته مع زملائي ونظرائي بأنه علينا أن نتحرك معا من أجل السلام والاستقرار في أوروبا مرة أخرى، وهي أن نتخيل نظاما جديدا على الأقل يكون ضامنا أو يكون مساويا لاتفاق الصواريخ المتوسطة والذي يخدم مصالحنا جميعا. وماذا يعنيه هذا؟ بأن علينا أن نجد إطارا قضائيا يسمح أو يحمي الأراضي الأوروبية من أي من الصواريخ الروسية. وثانيا علينا أيضا أن ندخل أكثر دفاعاتنا، وخاصة الدول الغربية أو عفوا الشرقية التي هي قريبة من روسيا، لأنه طبعا لم يكن الدول التي هي على مبعد 500 كيلومتر من الحدود لم تكن متضمنة في الاتفاق. لذلك قلت يجب أن ندخل هذه الدول جميعا. وطبعا نحن قد وصلنا إلى نقطة مفصلية في قضية دول البلطيق وبولندا، وما هو مؤكد بأنه في هذه القضية يجب تحديد بين الأوروبيين، يجب تحديد موقف موحد. وأنا آمل بأن الأوروبيين سيكونون في المقدمة في هذه الاتفاقية، وحتى نتواصل أيضا مع روسيا ومع الصين. وطبعا هذه رغبة الأمريكيين بأن نشمل الصينيين أيضا، ولكن أنا أعتقد بأنه لا ينبغي أن يكون مثلا بديلا لمحادثات مهمة مع روسيا والتي طبعا تؤثر كثيرا على أوروبا. بشأن هذه القضايا إذن أجرينا حوارا مع الرئيس ترامب أمس ومع رئيس الوزراء جونسون والمستشارة ميركل. طبعا هذه أول دعامة السلام أو الأمن والاستقرار في أوروبا، وطبعا كل هذا يصب في إطار استراتيجية الحلف. الدعامة الثانية أو نقطة القوة لاستراتيجيتنا على هذه محاولة تعريف دفاعنا المشترك، وهي تحديد هذه النماذج الموجودة اليوم. طبعا هذه هي القضية التي طرحتها مباشرة في الأيام الماضية حينما استضفت الأمين العام ستلتنبرغ. قلت له: من العدو؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه، لأن قالوا إنه روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا. طبعا الأمور كانت مهيكلة ولكنها تغيرت اليوم، وحول الطاولة قيل بأن روسيا هي، هل الجميع يعتبرها عدوا؟ لا أظن ذلك. هي نعم تهديد على بعض الجبهات، وهي أمر واقع، ولقد تحدثنا عن النشاطات السيبرانية وبعض المواضيع التي حددت إنها طبعا تهديد أيضا لجيرانها، وطبعا أزمة أوكرانيا مثال على ذلك، كما أنها جار جغرافيا وهذا واقع مرة أخرى، كما أنها شريك في بعض المواضيع والتي طبعا نتقدم فيها معا ولدينا محادثات مثمرة معا. إنها قوة نعمل معها على بعض المواضيع التي طبعا نتقدم فيها. منذ 2014 اتخذنا قرارات متعلقة بالنزاع، ولكن ينبغي أن نستطيع اليوم تحديد كما قلت الشروط، شروط إقامة حوار استراتيجي ومهم بالنسبة للحلف. وأنا أظن أيضا بأن هناك موقفا في أوروبا يكون متناغما، وطبعا هذه إرادتنا، وآمل بأن فرنسا، طبعا هناك تنسيق بيننا وبين الألمان وتكلمت كثيرا مع المستشارة، ثم يكون هناك إجماع أوروبي والذي سيكون ضروريا مستقبلا. أما بالنسبة للصين فالحالة مختلفة. بما طبعا أنا أؤمن بأنه ينبغي أن ننظر إلى الصعود العسكري والتكنولوجي للصين وتأثير هذا على الاستقرار في الحلف، ومن ضمنها طبعا الجيل الخامس الذي يمثل تحديا
أنا لا أعتقد بأن الصين ينبغي أن تكون مثلا هدفا لحلفنا الدفاعي. إذا هناك هدفان رئيسيان، التكنولوجيا والذي طبعا مهم استراتيجيا، ولكن لا يقع فقط في إطار العسكرية. أما بالنسبة للإرهاب وداعش والقاعدة طبعا فهم أعداؤنا، هذا يعني أنهم يريدون أن يقتلوا مواطنينا من دون مفاوضات، وهم يقومون بعمليات ونحن نقوم بعمليات لتدميرهما. طبعا كل دولة لديها قوانينها في مكافحة الإرهاب، وطبعا الأمر يتعلق بمثلا الأوطان، ولكن رأينا بزوغ مثلا برامج محلية وإقليمية، ورأينا مثلا ما يسمى بالخلافة التي ظهرت في العراق وسوريا، واليوم نحن نراه أيضا في الساحل وخاصة حول مناطق النيجر ومالي. وطبعا هناك وجود إرهابي هناك يهدد بعض حلفائنا وبعض شركائنا، ولكن يهدد أيضا مواطنينا في بلدنا، وطبعا سأعود فيما يخص الساحل. المحور الثالث للتفكير الاستراتيجي هو بشأن